الان الان انا داخل الباص. نعم. هلا انا معكم بالباص. اهلا وسهلا. صح ولا لا؟ وانتم معكم سلاح ومعكم كل شيء. خلينا نحكي، انتم لوين رايحين؟ شايفين الباص ماشي. انتم لوين رايحين؟ على لوين؟ لا لا انتم لوين؟ انا عم اسالكم معلش. قالوا لي لوين رايحين؟ معقول ما حدا بيعرف لوين رايحين؟ رايحين؟ طيب سؤال، معقول انتم طالعين ما بتعرفوا لوين؟ رايحين على 135 احسن ما نضل على ادلب رايحين. طول بالك معلش يا شباب، يا شباب في مناطق عملت تسوية وانتم شفتوا. هلا انا مثل ما عرفت انه انتم بعض منكم حمل سلاح، صح ولا لا؟ حاملين سلاح مالكم، انتم لمين تابعين؟ فيلق؟ لمين؟ نصرة؟ لمين؟ يعني انتم من المجموعات المسلحة بس ما تبعتوا لحدا، صح ولا لا؟ حملتوا سلاحي. طيب انتم تحديدا من العالم يلي معظمكم عملت تسوية وضلت، صدقني بيت جن وبرزة. طيب معظم المسلحين شفتوهم في منهم طلع سوتشي، صح ولا لا؟ اكيد شفتوا على الانترنت. قلت لا يا اخي انت بتعرف منيح، انت بتعرف، بس انا مقصدي طيب انت هذا الشخص يلي عاطيه حرية قرارك ومالكو ملكو عقلك يلي عم يفاوض بدالك وعم ينسك وعم يشتغل، هو مو عايش بحياة برفاهية، مو واصله أكله وشربه ومدري. طيب بدي أسألك سؤال، مستودعات الأكل ما كانت معباية جوا؟ مين اللي بيتحكم فيها؟ احكي لي أخي بسمتك، تحكي لي صح. خيو انسى أني أنا جعفر يونس مراسل بالتلفزيون، بسمتك من 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 مواطن لمواطن، من ابن سوريا لابن سوريا، مين متحكم بالمستودعات اللي كانت جوا؟ انتوا؟ لا ما احنا. انتوا كنتوا تاكلوا صح؟ ما دقيتوا الاكل، المستودعات كانت مليانه ولا لا؟ 30 يوم نحن المستودعات كانت مليانه ولا لا؟ معلش معلش على كل العالم حكت، انا رح اقول لك شغله، انا ما عم يعني نحن اليوم ما عم مجرد حكي، هذا الموضوع مثبت وانتوا بتعرفوا انه مثبت، والعالم حكت لي وقالت لي وقالت لي انه في مستودعات وشفنا اطنان من الاكل، مين متحكم بهي الاكل؟ مو هن؟ طيب هن يلي اخذينكم معهم على ادلب؟ النظام حاصرنا يا صديقي، نظام ما حاصرك، بس بقول لك شغله، اليوم في دوله بالعالم ترضى حدا يحمل سلاح عليها؟ فرنسا، لانه صار بس تفجير نظام الطوارئ يلي ما كان موجود بسوريا وصار تطلع العالم بدها تقيم نظام الطوارئ. هذا هو نظام الطوارئ، الحواجز نظام طوارئ. كان في حاجز يوقفك قبل؟ بزمتك كان في حاجز يوقفك قبل؟ في مره بحياتك سمعت؟ انا ما كنت بعرف شلون امن يا صديقي، ما كان في ظلم، بس انتم بتعرفوا منيح انه هي مؤامره ودخلت من برا، والعالم يلي عرفت ربحت ربحت، اهل برزه ربحوا، اهل قدسيه ربحوا، انتم انا تحديدا في بعض البلدات انضحك عليكم. قال لك ليش؟ لانه معظم البلدات يلي كان فيها متزعمين كانوا يستثمروا ويخلوكم انتم تقاتلوا، بينما هن شو عايشين عم يفوتوا لكم الاكل بالمصاري، صح ولا لا؟ مو دبل كان يفوت الاكل من عند انفاقهم وهن عايشين وعم يطلعوا يفوتوا على الشام؟ قديه لك ما طلعت على الشام؟ قديش لك ما طلعت على الشام؟ النظام مستفيد. قديه لك ما طلعت على الشام؟ قديه لك ما طلعت على الشام؟ سبع سنين. طيب يا اخي ما في دوله ما بترتاح وقت بتعرف انه ما في بؤر مسلحه لها، بؤر حامل سلاح بالنهايه، هذا السلاح عم يضر الكل، صح ولا لا؟ عم عالم عم تستشهد للدوله كمان، صح؟ طيب العميل اليوم موجود بنص، طيب معلش الموجود بنص الشام يلي بياكل قذيفة هاون، طيب سؤال، اذا اعتبرنا مثل ما بتقولوا هدول عمي كمان في ضحايا هون، طيب هدول، طيب في ضحايا من طرفين، نحن الغايه شو هي؟ نحقن الدماء، صح ولا لا؟ طيب لنحقن هالدماء بننتقل على ادلب؟ طيب شو مصيركم بادلب؟ معلش شو مصير هالشباب بادلب؟ احنا لو ما نعم انا رايحين على ادلب بدنا نموت بالبلد، بدنا نموت. طيب تعملوا تسوية؟ تسوية شو؟ يا صديقي طلب طلبتوا، طب معلش ما تقلي انا، ما تقلي لي طلبتوا، مش مين مصر؟ بيت جن، لك بيت جن، بيت جن كله بس على قد سيء، كله حكي حكي ده. طيب ما عندكم عالم تتواصلوا معه؟ ما عندكم عالم هنيك تتواصلوا معه؟ عنا عالم وعرفنا حكي مو صحيح. لا ما مو صحيح، انا بعرفهم، هلا رح دق لكم، هلا رح سكر هذا الفيديو ورح دق سمعكم اكثر من واحد موجودين كانوا بيت جن وبغير بيت جن وكانوا يشتغلوا